الشارع ونرجع تاني، ابقوا معانا. في الأسابيع الماضية شهد الشعب المصري زيادة متسارعة في أسعار الفاكهة، مما جعل الحصول على متطلبات البيت لبعض الطبقات شيئاً مستحيلاً، واضطر البعض لتقليل كميات الشراء. ولذلك أطلق المصريون حملة لمقاطعة الفاكهة أملاً في حدوث أي تغيير في الأسعار. سيبوا الفاكهة عند الفاكهيان هي على ما تعفن. غالية التفاح ب30 وب25 والعنب ب20 والعنب المعفن بيبيعوه ب15 وب12. التين ما يتاكلش اقل حاجه ب15 جنيه. البرتقال اللي كان الحاج بيتكلم عليه ب6.5، ال6.5 غاليه. جايبه كيلو بلح اهو، مش جايبه اكتر اهو، كيلو اهو، وعندي 5 عيال. انا واحده من الناس عشان معايا عيل واحد ممكن اجيب كيلو، لكن اللي معاهم 5 و6 هيجيبوا منين ولا ياكلوا منين؟ لما ابني يقول لي يا ماما عايز مانجا اقول له ايه؟ اقول له نجيب 2 كيلو وانت تاخد، اخوك ما ياخدش. بصي كده حضرتك كده، بصي 4 كيلو 4 ب 30 جنيه، امال واحده كام؟ واقفه بكام؟ ب 8 جنيه دي ب 8 جنيه حرام. امال اجيب عيش بكام؟ واكل بكام؟ واشرب بكام؟ وادفع ايجار كام؟ الاسعار زايده فعلا، بس انا مكسبها هو هو. يعني بعت ب5 جنيه بكسب ربع جنيه، بعت ب12 جنيه بكسب ربع جنيه. الاول لما كنا بنبيع بجنيه وبجنيه ونص كنا بنكسب، دلوقتي احنا على اسعار ديت ما بنكسبش. المصاريف تقيله، الشجر والعمال والعربيات، كل حاجه النهارده الكيلو يصرف 2 جنيه، مصاريفه 2 جنيه. لو انت هتبيع 5 كيلو من السوق الكبير يصرف 2 جنيه، 10 كيلو يصرف 2 جنيه. العربيه كانت تاخد 200 جنيه دي هتاخد 600 جنيه ونحطه بين جيبنا وعلينا فلوس في السوق. سمعت عن حملة مقاطعة الفاكهة؟ أنا سمعت عنها بس مش مجدية، ما احنا بنجيبها ولازم نجيب. أنا ممكن أقاطع، لكن مثلا معاها عيال صغيرة بتشابي على حاجة، طب هتعمل إيه؟ لما كنت طفل بيشاور بيقول لك يا ماما هاتي لي مانجا، يا ماما هاتي لي عنب، يا ماما هاتي لي تين، تقول له ما فيش. هل الحملة دي فعلا مقللة الإقبال على البيع عندك ولا إيه؟ طبعا. شايفة الحل إيه؟ عايزين يعني الأسعار تقل شوية. مع زيادة الأسعار على كل من البائع والشاري، ومع استمرار المقاطعة والمطالبة بنقصان الأسعار، يتوجب علينا أن نسأل سؤالاً، هل سيكون هناك تغيرات في أسواق الفاكهة في الفترة القادمة؟ سارة مجدي، أمنية مصرية.